مشاهدينا الكرام، تضم مستشفى القوات المسلحه بالحلميه للعظام والتكميل عده غرف لاجراء العمليات المتخصصه سواء للعمود الفقري او جراحه العظام. ومن احدى هذه الغرف يسعدنا ان يكون معنا السيد اللواء طبيب هشام العشري، اخصائي جراحه العظام بمستشفى الحلميه والمشرف والمنسق العام لاستقدام وتحضير الخبراء الاجانب لجراحه العظام اللي بياتوا من الخارج ولاجراء بعض العمليات الجراحيه الدقيقه داخل المستشفى. اهلا بيك يا دكتور شيخ. اهلا بيكوا في مستشفى الحلميه، ودايما كده تشرفونا تنورونا. اهلا وسهلا. شرف لينا دكتور هشام. قول لي، احنا موجودين داخل احدى غرف في العمليات، قلنا الغرفه دي اسمها ايه وبيجرى فيها عمليات ايه؟ ده جناح جراحه العمود الفقري، وبتجرى فيه عمليات جراحه العمود الفقري الدقيقه على كل المستويات، تثبيت واستئصال غضاريف المفاصل ومناظير العمود الفقري. وده تخصص جديد يعني دخل في العالم كله مؤخرا، والحمد لله والشكر لله من فضل ربنا يعني القوات المسلحه المصريه مش متاخره عن العالم. عندنا في وحده جراحه مناظير العمود الفقري دي مهمه جدا، ده على اعلى مستوى، وميزتها ان هي العمليات الكبيره بتجرى من فتحات صغيره جدا، والعيانين بيتعافوا من العمليه في وقت قصير جدا، ويقوموا يمشوا يتحركوا بنتائج باهره باذن الله الحمد لله. اكيد عمليات مجهزه لهذه الاجراء، هذه العمليه طبعا بيبقى مناظير العمود الفقري، بيبقى في وحده مناظير مع الات العمود الفقري، وده يعني ميرج او كومباينيشن بين حاجتين كبار قوي، لان عاده المعتاد بيبقى وحدات المناظير بتبقى مختلفه، بتبقى ليها اوض عمليات لوحديها. احنا هنا عندنا الاثنين محطوطين مع بعض علشان نجري عمليات جراحه المناظير. بالنسبه للمعده والاجهزه وغرف العمليات، كلمنا سيادتك على العنصر البشري اللي يجري هذه العمليات. احنا عندنا في وحده جراحه مناظير العمود الفقري يقودها في عميد طبيب ايهاب حسني، وهو مؤهل وسافر في اكثر من مكان ودرس التخصص الدقيق ده على اعلى مستوى. بالنسبه بقى لاستخدام الخبراء يا سياده اللواء هشام، ايه الاجراءات اللي انتوا بتاخدوها او الاجراءات اللي بتتخذها مستشفى الحلميه لاستخدام طبيب يجري بعض العمليات ونستفيد منه كمان شبابنا الصغير؟ احنا طبعا في الاساس وتوجيهات القياده العليا والقياده العامه للقوات المسلحه ان احنا نستفيد من المصريين الطيور المهاجره، المصريين الرموز جراحات عموما في الخارج، وبنتواصل معهم وهم بصراحة ما بيتأخروش عننا جدا. مجرد ان احنا بندعوهم ان هم يجوا يشاركونا العمليات، الحالات المعقدة والعمليات على المستوى العالي والدقيقة، ما بيتأخروش ابدا، وبيجوا كلهم وعملهم تطوعي تماما، ما بيبقوش مستنيين اي طبعا ريورد او حاجه. نتواصل معاهم، نبتدي نتفق معاهم. طبعا الناس بره بيبقى الجداول المزدحمه، نتفق معاهم على مواعيد مثلا بعد 6 أشهر او سنه، ونبتدي خلال الفتره دي بنستقبل احنا العيانين ونحضرهم ونختار الحالات المناسبه للخبير اللي عادة بيبقى جاي محضر، بقى بنتواصل معاه قبليها علشان نقول له على بعض الحالات، ونحضر له مثلا المسامير والشرايح المخصوصة اللي محتاجها، نحضر له التجهيزات، بيطلب هو فحوصات معينة بنحضرها له، بنحضر له كل متطلباته. ومجرد انه بيجي بيبقى في يوم بنشوف فيه العيانين تاني، لانه لازم طبعا بيشوفهم قبل العمليات، ونحضر له بقى ونبتدي نعمل العمليات المعقده، يعني بيبقوا جايين علشانها يعني. وكمان استفاده الاطباء الصغيرين او المستوى الاقل للاستفاده من هذا الخبير. اكيد طبعا، لان جزء اساسي من الزياره بيبقى فيها جزء تعليمي بالتعاون والتنسيق مع الخبير القادم، ان احنا بنطلب منه ان هو يدينا محاضره او يحضر لنا ورشه عمل عن التخصص بتاعه. وكتير جدا من الاطباء الاجانب برضو، مش بس المصريين، بيبقوا محتاجين ان هم يجوا يتعرفوا على البلد، وبيبقوا نفسهم يجوا يعرفوا يوسعوا منظورهم، لان هم فكرتهم عننا برضو مش فكره الصحيحه الكامله، فبيبقوا عايزين ان هم يجوا يشوفوا البلد ويشوفوا امكانيات مصر. طبعا بيتبهروا كلهم لما بيجوا، بعد ما بيخلصوا المهمه يعني الدنيا بتختلف معاهم شويه. اكيد طبعا، وبنفضل نتواصل معاهم بعد كده على طول مع
المتابعة بتاعت العيانين، مع الزيارة، نحضر لزيارات أخرى. في بعض الناس بيجوا بانتظام لسنين وسنين طويلة يعني. دكتور هشام، طب نصيحة توجهها لمريض العظام وبرضه مريض اللي بيعاني من العمود الفقري؟ طبعا هو احنا مشكلتنا في المنطقة بتاعتنا هي الوزن الزائد، والوزن الزائد هو كلنا بنعاني منه، ولكن احنا عندنا مشكلتين: الوزن الزائد وعدم ممارسة الرياضة بانتظام. فالحاجتين دول مهمين جدا، ودول أساسيين جدا في الصحة العامة وصحة الجسم والمفاصل والعمود الفقري. فدي نصيحة ضرورية جدا، ان كل مريض، كل حد، بني ادم عادي مش لازم مريض، لابد انه يهتم بالحفاظ على وزنه. اهتمام بممارسة الرياضة دي حاجة مهمة جدا. وطبعا باعتبار ان احنا مستضيفين خبيرنا استاذنا في جراحة القدم والكاحل، فنؤكد على ان الفوتوير او الحذاء الطبي او الحذاء المريح للقدم دي حاجة اساسية جدا في راحة كل الجسم كله، من اول الرقبة لغاية القدم.